حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. رأى خبراء اقتصاديون أن الحل الوحيد المتاح حاليا لمعالجة أزمة سعر الصرف الحالية وانخفاض قيمة الدينار هو إعادة سعر صرفه إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا، أي عند مستوى 1180 دينار لكل دولار واحد. واعتبر الخبراء أن هذا الإجراء حل مؤقت لن يعالج جوهر المشكلة، ولكنه سيوقف النزيف المستمر للدينار العراقي ويعطي للسلطات النقدية فرصة للبحث عن حلول جدية لأصل الأزمة بدلا من الوعود غير القابلة للتنفيذ. وأشاروا إلى أن هذا الحل مجنون اقتصاديا وبكلفة مالية واقتصادية مرتفعة، لكنه المتاح حاليا. حذر خبراء اقتصاديون من طبع عملة جديدة، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى رفع مستوى التضخم بسبب عدم وجود توسع في الإنتاج الصناعي غير النفطي. وأضاف الخبراء أن اللجوء إلى حذف الأصفار لا يمكن أن يجدي نفعاً ما لم يكن هناك استقرار في سعر الصرف وتنويع اقتصادي واستقرار سياسي، وهذه الشروط غير متوفرة في العراق حالياً. وأكدوا أن حذف الأصفار في ظل الظروف الحالية لن يكون مجدياً، وسيحمل البنك المركزي تكاليف طبع عملة جديدة. رجحت اللجنة المالية النيابية أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على العراق بعد قرار للبنك المركزي العراقي بالسماح لشركات الصيرفة ببيع الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر. هذا وصف نائب رئيس اللجنة أحمد مظهر قرار البنك المركزي بالقرار الخاطئ، لا سيما وأنه قد يصطدم بسياسة وزارة الخزانة الأمريكية، ورجح أن فرض واشنطن عقوبات جديدة قد تطال البنك المركزي العراقي. وأقر مظهر بأن العقوبات الأمريكية الأخيرة انعكست سلباً على السوق والقدرة الشرائية للمواطنين في ظل استمرار انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار. كشف النائب سوران عمر عن قيام سماسرة باستغلال 5000 مواطن من كردستان العراق بتأسيس شركات وهمية لتهريب الدولار عبرهم، وأكد النائب تقديم أحد المصارف المعاقبة من قبل أمريكا سيارة حديثة كرشوة مقابل التعامل مع أحد المتهمين بشأن تقديم قضايا فساد ضد المصرف في هيئة النزاهة، مبينا أن رأس مال تلك الشركات يصل إلى أكثر من مليار دينار، وقد قام محامو أولئك الأشخاص ببيع أسهم تلك الشركات عن طريق التوكيل الذي حصلوا عليه من قبل أولئك المواطنين الذين تم استغلالهم من قبل السماسرة. وفي خبرنا الأخير، قال اتحاد صناعة النفط في كردستان العراق إن مخاطر تمديد وقف الصادرات النفطية سيؤدي لبطالة آلاف الموظفين. وأضاف الاتحاد أنه بعد 4 أشهر من تعليق تصدير نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان تأثرت الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، وإن الإغلاق المطول يهدد آلاف الوظائف. وبيّن الاتحاد أنه خفض خطط الإنفاق في المنطقة بنحو 400 مليون دولار في عام 2023 مع وضع خطط لمراجعة الإنفاق لعام 2024. الآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.